بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. كنا تكلمنا سلفا على تسعود ديال السرعات في علاج السمنة. دابا بغيت نركز على سبعة المواد، ولكن بغيت منكم التركيز. أول شيء اللي لابد نفهموه ونعرفوه أنه السمنة عندها علاقة مع كثير من الدهون اللي ما مزياناش مخبعة في جسمنا. مثل تاكل زيت الزيتون على الريق في الصباح الباكر تتحارب الدهون اللي في جسمنا، وكل ما كان زيت الزيتون اكسترا فيرج مزيان وبعيد من الاملاح وتعصر بطريقه صحيه، واخا لقينا راسنا على انه هذا الزيت هذه على الريق مع 5 الصباح تناخذوا معلقه كبيره فيها 12 غرام حتى 3 المعلقات كبار تقريبا 35 غرام ساعتين قبل الافطار، هذه تتنقي القنوات الدمويه وتطرد الدهون الزائده، تريغليسيريد، كوليسترول، اسيد اوريك، وكثير من هذه الدهون اللي ما عندنا ما نديروا بها لا سيلوليت الخاويه، والاكسجين لو كور ديالنا والقنوات الدمويه، وتلقاو جسمنا تيحرق بسهوله هذا النوع من المواد. واقبح شيء تنعيشه هذه الايام هو الدهون اللي تناكلو تتهلك الكبده. الجسم الكبده ما تبقاش تقدر تراقب هذا النوع من الدهون اللي زائده، كذلك البنكرياس هو تيعيا، والمراره تتعيا، والكلى تتعيا، فلذا نتعلموا ملي تناخذوا زيت الزيتون تكون حره، من زيتونه خضراء من الشجره للمعصره للبيدوزات، ونقفلوا ما يدخل لا ضوء لا حراره لا رطوبه. اول شيء. ثانيا، لقينا راسنا انه تناخذوا الماء معدني تنغليوه، أو الماء الروبيني تنغليوه في الماء أليبوليسيون حتى توصل 100 درجة ويتبخر، ملي تيبرد تناخذوا إيترو مع 10 الصباح، كنا فطرنا بساعتين، وإيترو مع 4 العشية، وإيترو مع 9 الليل. فقط الشيء اللي ما تنتبهولوش هو أن هذا الماء مغلي ضد الدهون كلها، تخوي القنوات الدموية عند غيناج اكسترا اوردينير، وتنحسوا على انه لو سيستم لمفاتيك تيتنقى، كذلك المصيرنات كلهم تيخويو. فاللي عندهم الاسهال واحد، او اللي عندهم الامساك جوج، او اللي عندهم المصيرنات عيانين، تلقاو راسنا على انه تنشطوهم وتنخويو الزوائد. ثالثا لقينا على انه الناس اللي عندهم صعوبات باش يراقبوا السمنه يتعلموا ياكلوا خضار وفواكه ما طيبينش لمده 3 سمان. غادي تلاحظ على انه القنوات الدمويه تطلع جديده، خدينا بوكو دونتي اوكسيدان، ثانيا خدينا الماء بزاف، خضر فواكه تقريبا فوق 90% ديال الماء، ثالثا خدينا الدهون، خدينا السكريات اللي تتحرق دغيا في 4 ساعة الاولى، هي مواد سهله ما طيباش خضر فواكه، وتلقى على انه سهله الامتصاص. رابعا وخامسا عندنا اقل من 2% ديال البروتينات والدهنيات، هذو كلهم ما تعطيوش دي كالوري طالعين، والاهم من ذلك انه تغيير الجسم تيستافد منهم بكميه قليله جدا. اذا هذا الاسلوب ديال خضر فواكه ما طيبينش نتعلموا ناخذوه 100% بدون اي شيء اخر، ولقينا راسنا على انه بسهوله نقدروا نخفضوا الدهون الزائده، وجسمنا بخصوص الكبد هو تبدا تتكلف بهم يحرقهم، وحتى البنكريا حتى الا كان الناس عندهم سكريات او عياءات البنكريا هو تبدا تنقي لصخ اللي فيه وتعاود يطلع لنا قنوات دمويه هائله متميزه في امان الله وحفظه. دليل على انه اذا استطعنا ناخذوا خضر فواكه ما طيبينش تلعبوا بين فوق 90% ديال الماء وما هائل، وفوق من تناخذوا تقريبا حوالي الكميه ديال 30% ديال السكريات في الماده اليابسه من هذا النوع خضر فواكه، وتقل 2% ديال بين السكريات والبروتينات، وهكذا تنحسوا راسنا على انه تناخذوا شي حاجه متميزه. افضل من ذلك في اطار هذا النوع من الفواكه خضر ما طيباش، عصائر او ناخذهم ناكلو اون لي كروك ما كاين حتى شي مشكل. لقينا ناخذو حتى البذور والقمح والحلبه والحمص والعدس نبتوهم وناكلهم طريين هكذا، بمعنى تناخذو من كل انواع النباتات شي حاجه خارقه، والقمه ديال الفائده الغذائيه في 70 كاينه 70% فيها كاينه في هذه البذور، غير نطحلوها ونقرملوها ونطيبوها والهضم يكون خصو 4 سوايع والفائده قل من 20%، تناخذ هذه البذور تنبتوها انبات، ولقينا راسنا على انه القيمه الغذائيه تنضربها في 60 مره تتستفد. وثانيا لقينا راسنا على انه
هادو كلهم تيساعدوا فيهم انزيمات كثير، تيساعدوا في طرد السيلوليت والدهون الزائده وكل متعلقات بالجسم تنجرو عليها. من بعد 3-4 سمان جسمنا تيصفى، العروق تتكون نقيه، حتى لو طو دو كوليسترول تينزل مزيان، تبقى تنحيدوا الخايب، ولو طو نورمال تيرجع للعدد ديالو الطيبه، لو تريغليسيريد والاسيدوليك تيرجع للاساس ديالو بشكل هائل، بنكريا كبد كلاوي تيرجعوا النشاط ديالهم بشكل صحيح، حيت نقينا القنوات الدمويه، بنينا قنوات دمويه جديده، اوكسيجيناسيون طلعت في امان الله وحفظه، وهكذا كل المشاكل تاع الجسم تمكننا نحلوها بهذا الاسلوب الخفيف، وهكذا بسهوله تنخفوا على سيلوليت الوزن الزائد، وهنا تنحسوا على انه كل جنبات ديال جسمنا والكريشه اللي كانت خارجه بين 2 موا ودمي 3 موا تنتخلصوا منها، والوزن تقدر نربحوا حتى 5 كيلو في كل شهر. هكذا تنفهموا على انه فهاد الخمسه الاساسيات اللي تكلمنا لقينا راسنا على انه ممكن نخفضوا الوزن. كاينين ناس اللي عندهم البنيه ضعيفه، كاينين الناس اللي عندهم لاستيني الوهن، كاينين الناس اللي عندهم بروبليم تيغويديا هو اللي تيكون سبب في هذه السمنه، كاين اللي تيكون ان بروبليم ديال الكبد او الجسم عنده ذاك الهفه للاكل نظرا الكبد تيطلب سكريات وتيطلب اكل زياده او شيء من هذا النوع من الخلل، حنا هذا كله تنضبطوه بهذه الاساسيات الخمس اللي هضرنا عليها. ولكن بغيتكم تفهموا معايا واحد المساله، كل الناس اللي عندهم لي سيلوليت في جنبات الجسم او في الكويس او جهه الصدر او جهه كذا، لقينا على انه كاين اسلوب اللي هو دهنه خارجيه اللي تمكننا تعطينا واحد النعمة خاصة جدا. خل تفاح بلدي 100 غرام، تنضيف نفس الكمية تاع المرجان 100 غرام، تنخلطو تدهنو الجنبات تاع الجسم. هذا أسلوب ليس فقط تحيد السيلوليت والانتفاخات تاع الجسم، لي فيرجيتور ما تيبقاوش. الجلد تيكون أحيانا ماشي بداك النشاط ديالو، تنحيدو داك الحساسية وداك الحبوب وداك العياءات. ثالثا لقينا على انه لا سيركيلاسيون سانغين تترجع مهمه، بخصوص في الحاله ديال لي فاغيس والحاله ديال الرجلين الثقيله. شوفوا كيف 5+1 ديال خل التفاح، غنضيف لكم جوج نصائح اخرى اللي لابد تاخذهم بعين الاعتبار. عقلوا دائما ملي تاكلوا اكل صحي، مثلا خفطرتيو في الصباح بطريقه جيده، ما تاكلوش فواكه فوق الاكل من بعد الفطور، او الفواكه من بعد الاكل من بعد الغداء، او الفواكه من بعد الاكل في العشاء. خذوا ديما الفواكه قبل بواحد ربع ساعه، لان الفواكه فيها الماء فوق 90% وفيها السكريات في الماده الصلبه 30% تقريبا، وتلقى 2% ديال الدهنيات والبروتينات. ما ديش هادو يحكموا علينا ناخذوهم فوق طواجن، اذا فهادو تيتهضبوا في نص ساعه الاولى، واش غادي يبقى طواجن ناخذوه من بعد ربع ساعه من تناخذوا الفواكه، وهكذا عمليه الهضم تتم، تبقاش داك الحموضه والحرقه. ثانيا ديما الانسان ملي تيبغي ياكل تيخصو يستفد، فكل ما كلينا بالخمسه الصباح والثمانيه الصباح الامتصاص تيمشي حتى ل 70%، ملي تناكلو بطريقه منظمه بالطبع، وكل ما مشينا للظهر 12 الوحده تنستافدوا من الاكل 50% بشكل عام، وكل ما بعد العصر نسبة الفائدة ديال في التغذية أقل من 15%، وكل ما من بعد 9 الليل أقل من 5%. إذا اللي كليناه في النهار تستفدوا منه حتى 70%، اللي كليناه في الغداء تستفدوا له حوالي 50%، وكل ما مشينا من بعد العصر نسبة الفائدة في التغذية تتنزل. فكل كاينين الناس اللي تياخذوا الطاجين الأول مع 8 و 8 ونص ياخذوا الطاجين الثاني وعاد الفواكه، هذا كله تيسبب السمنة. إذا كونوا أذكياء وديروا ورقة وستيلو، خليوا الزمان سيد في اختيار الأكل، خليوا ترتيب ديال التغذية فواكه عاد طويجنات، وخليوا الكمية أنها تكون معقولة، وغادي تلاحظوا على أنكم غتكونوا أسياد الناس وتراقبوا السمنة بطريقة جيدة. وحنا ملي تراقبوا السمنة من خلال الناس اللي تبعوا معنا، كاين اللي حيد 11 كيلو في الشهر الاول، بنيت 24 سنه بغات تولد عايشه في اوروبا، الشهر الثاني حيدت 9 كيلو، 20 كيلو في شهرين معقوله، ولكن ممكن حنا تنقولوا 5-6 كيلو في الشهر بكفى، ولكن من حيدت هذا الوزن في قوه، لان اعطينا تغذيه متوازنه ومعقوله وكل الاعضاء استفدت. كذلك ناس من يتبعوا معنا وراقبوا السمنه وجسم تحسن ولا سيلوات تقدت والشعر طلع بواحد الشكل هائل وصفاء البشره،
كلهم تيحكيو ملي راقبوا السمنه كنراقب 5 6 7 كيلو في الشهر قالك حنا في واحد القوه خارقه جدا. اذا حنا ما تبغيوش نراقبوا السمنه ونضعفوا ذهنيا وفكريا وفيزيولوجيا، بالعكس خصنا نراقبوا السمنه في قوه فكريه، في قوه فيزيولوجيا، قوه فيزيائيه، وهكذا نبغيكم اقوى الناس واسياد الناس، والحمد لله رب العالمين.